بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في قراءة قرآنية جديدة وجلسة نتمجلس فيها حول مائدة القرآن نتعلم التلاوة الصحيحة. نرحب بشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا الأخ الكريم. أعزائي المشاهدين، ما زلنا نسير معكم في طريقنا في إجادة التلاوة للكتاب العزيز، وقد وصلنا في رحلتنا المباركة مع سورة محمد، انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية الرابعة، واليوم مع الآيات المباركات من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة. بداية أعزائي المشاهدين، سنستمع إلى الآيات المباركات بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اغفر لنا وثبت أقدامنا يوم تزل أقدام يا رب العالمين. هيا أعزائي المشاهدين، نأخذ بالأسباب ونتعلم كيف نتلو هذه الآيات تلاوة صحيحة. نحضر الورقة والقلم ونبدأ مع فضيلة الشيخ خالد نتلقى الآيات عمليا. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بحضرتك مجددا. أخي الكريم، تفضل يا شيخنا. جزاك الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا مبينين ضبطها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعند الوقف يكون الحرف الأخير ساكن، هكذا الرجيم. ثم نبسمل بعد ذلك قائلين مبينين الضبط والشكل بسم الله الرحمن الرحيم، ويكون الحرف الأخير في الجملة ساكن، لأننا سنقف وسنفصل بأخذ النفس. ونبدأ مع الآية الأولى، ألا وهي قوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم. لكن وقفت وكنت سأقول سيهديهم الله، فمن الذي سيهديهم؟ الكلام هذا هل يصح ابتداء؟ نعم، كيف يصح؟ إنه خبر ثان لمن قتل في سبيل الله. فاكر آخر جملة في الآية السابقة، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. انتهى الأمر، ما انتهى. إنما شرع في بيان ما أعد لهم كما بين في أول الآية السابقة ما كان من أمر الله وما أصاب به من كفر وأشرك. ففي حقهم فضرب الرقاب وشد الوثاق حتى إذا أثخنتموهم إلى آخره، هذا نصيب وقسم لمن كان على شاكلة من كفر. أما من قتل في سبيل الله فما جزاؤه؟ الأشياء بضدها تتميز. واحد، لن يضل أعمالهم. ثانيا، سيهديهم ويصلح بالهم. ثالثا، يدخلهم الجنة عرفها لهم. الآية ويدخلهم، لكني أوضح لك أهمية الوقفة حينما قلت سيهديهم وكنت سأقول لفظ الجلالة، إنما طلبت منك عمليا وأنت تقرأ وتبتدي
أن تستوعب من الذي سيهدي، ومن الذي سيصلح، ومن الذي يطلب منك أن تنصره لينصرك، مع أنه قال لو شاء الله لانتصر منهم، أي لاستأصلهم عن بكرة أبيهم، ولكن ذاك من جملة ليبلو بعضكم ببعض، ومن جملة جعلنا بعضكم لبعض. إذن انتبه، وأنت تبتدئ سيهديهم ويصلح بالهم، ابتدئ ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ابتدئ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ابتدئ والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. أصبح المعنى واضحا وأنت تقرأ هذه الآيات. جميل. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي أنهم يعرفون طريقها في الآخرة بلا تردد، ويجوز أن يكون الحق طيبها بريح طيبة جميلة، فمن تمام الضيافة عند العرب أن يطيب الضيف، أن يطيب المضيف ضيفه برائحة زكية جميلة. ثم نداء، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، لضيق النفس. إن وقفت، وقفت لضيق النفس، والأصل فلا للعطف ويثبت أقدامكم، لأن ينصركم عطف عليها ويثبت، فلا وقف لمن كان يستطيع أن يصل. ثم تقف أقدامكم وانتبه إلى بالهم، رأس آية في هذه الرواية، وأقدامكم رأس آية في هذه الرواية، ونحن نقرأ برواية حفص عن عاصم، فالزم رؤوس الآية تبعا للرواية التي تقرأ لها واحترم ذلك. الآية الأخيرة ابتداء وقفا محل اتفاق. وضح الأمر حينما استعذنا وبسملنا، وعلاقة ذلك بما سبق وما نقرأ به وقفا وابتداء. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يتعلق بحروف الآيات، والتعلق بالحرف مع الحركة في آن واحد، فالحرف وحده بدون حركة لا، ولو كان الأمر متعلقا بذات الحرف وحده دون أن يكون في كلمة، والكلمة دون أن تكون في جملة، لكان الأمر سهلا ميسورا، ولكن الأمر يتعلق بالحرف في الكلمة، والكلمة ما قبلها وما بعدها، بل والحرف بما جاوره من قبل ومن بعد. فهيا للآية الأولى معنا في هذه الرواية، سيهديهم ويصلح بالهم. انتبه معي لما سيأتي. السين مفتوحة، ممتاز، والياء مفتوحة، جميل، والهاء ساكنة. هل سنسير حرفا حرفا؟ لا، إنما أسير مع الكلمة التي أبغيها لبيان حرف فيها معين. إذن وضحنا أن الهاء الأولى في سيهديهم ساكنة، إذن سيكون كلامي واضحا إن قلت احترس لكسر الهاء في كلمة سيهديهم، فلن يلتبس عليك أن مقصدي هو الهاء الثانية، لأن من يتابع فإن قلت له انتبه لكسر الهاء في سيهديهم والكلمة بها هاءان، فسيلتبس عليه الأمر الأولى أم الثانية. لذلك أردت أن أوضح أن السين مفتوحة، الياء مفتوحة، الهاء ساكنة، إذن احترس لكسر الهاء مباشرة، سينصرف الذهن بعد الدال والياء إلى الهاء من سيهديهم. لماذا؟ لأن الكسر هنا رواية متعلق بلغة العرب، كما أن الضم فيها رواية، وكلاهما متعلق بلغة العرب. ما يعني الآن هو الاهتمام بكسرها رواية لما نتلو.
إذن هكذا سيهديهم ويصلح بالهم. ولا يخفى عليك من هذا التنبيه أن هم في سيهديهم هي بعينها هم في بالهم، فانتبه لهذا وذاك، فهنا تكسر وهنا تضم، فإن كسرت فلما قبلها مناسبة وإن ضمت فعلى الأصل. هذا هو الأمر الأول بعد ابتدائك وقفك في الآية الأولى. الأمر الثاني معنا ميم سيهديهم ويصلح بالهم. هل سمعتها مني جيدا؟ لا أظن ذلك، ولكن انتبه مرة ثانية هكذا سيهديهم ويصلح بالهم. ماذا لاحظت؟ لاحظت إطباق الشفتين جيدا قبل النطق بالواو، ولاحظت أنه لا غنة فيها واضحة هكذا سيهديهم ويصلح. إذن فاحترس من عدم إطباق الشفاه جيدا، وإلا ستخفى منك الميم أو تدغم في الواو أنت لا تدري. لماذا؟ للاتحاد. اتحاد ماذا؟ اتحاد المخرج. فللشفتين الواو باء ميم، فانتبه وأنت تقرأ. لذا حذر صاحب التحفة فقال واحذر لدى واو وفى أن تختفي، أي الميم الساكنة، لقربها والاتحاد فاعرفي. سيهديهم ويصلح بالهم. هذه الآية وهذه الجملة كما كتبت قرئت، فهل لاحظت أن كتابتها مثل قراءتها؟ إذن فهي رسم عثماني إملائي في آن واحد، فانتبه لهذا جيدا. كذلك انتبه إلى قوله ويصلح بالهم. الحروف معنا ترقق في هذه الآية عدا الصاد ويصلح بالهم، فإن الصاد ساكنة نعم، مفخمة نعم، ولها درجتها في التفخيم فلا تقل ولا تزد، ضبطها بالسباع ويصلح بالهم. وإياك أن تأخذ مقام التعليم ومبالغة مقام التعليم وتفكيك الحروف في مقام التعليم حينما أقول ويصلح بالهم ثم تقرأ أنت هكذا، لا، إذا قرأت فانح منح سيدنا كما سمعته وهو يقول سيهديهم ويصلح بالهم، لم يقطع الحروف، لم يقطع الكلمات، لم يبرز بها شيئا ليس فيها من الأحكام التجويدية، بل نسمع تلاوة هكذا سلسا عذبة. هذا باختصار ما في الآية الأولى. نقف آخذين النفس، نبدأ ويدخلهم الجنة عرفها لهم. معنا في هذه الجملة ما يلي، اسمع ويد، إذن الترقيق واضح، ويدخي، هل ستقول الخاء مرققة؟ إياك أن تقول الخاء مرققة يا سيدي، خي إنها في أدنى مراتب التفخيم فانتبه، فالخاء والصاد من الحروف التي تفخم قولا واحدا، ولكن إن جاء مكسورا لا تقل عنها أنها رقيقة بل هي مفخمة على الحقيقة، انتبه. ويد، إذن الدال تقلقل، الخاء مفخمة في أدنى مراتب التفخيم، ثم انتبه لتوالي الحركات إن كانت واحدة، اسمع ويدخلهم، وها قد جاءت هاء الضمير مرة ثانية على أصلها، ويدخل له لهم. إذن هذا التقسيم لبيان الضبط، وإياك أن تأتي بغنة في الميم لو وقفت اضطرارا. لماذا أبين الضبط هنا؟ لا بد أن هناك علة. نعم، العلة حينما تصل، كيف؟ ويدخلهم هم الجنة سيدي، لا، إنما قل ماذا تريد. الميم ساكنة في سيهديهم وفي بالهم، فلما ضمت في يدخلهم؟ وأنت قد قلت منذ قليل أنهم في يدخلهم هي بعينها ما في
أقبالهم هي بعينها ما في سيهديهم. نعم أحسنت، سؤال جيد. الميم ضمت هنا لأن الأصل فيها أن تكون ساكنة ضمت للساكنين، أليس الأصل هو الكسر؟ نعم الأصل هو الكسر، ولكن جاء الضم هنا لماذا؟ لمراعاة معنى ميم الجمع، لذا توصل بواو، لذا حينما تكون ساكنة ويأتي بعدها ساكن إما أن تضم وإما أن تكسر رواية في أماكن مخصوصة، في أماكن مخصوصة تعلم في حينها. أما هنا فالضم اتفاقا للعشرة هكذا، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فانتبه لضم الهاء وضم الميم وصلا. جميل، من ضم الميم إلى اللام الساكنة، ولما التنبيه؟ لأن البعض في وجود اللام الساكنة إذا جاء بعدها جيم فإنه يلتبس عليه الأمر ولا يلفظ باللام ولا يعلم أن اللام واضحة، فانتبه لها. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. إذن ليس معي في هذه إلا النون المشددة تغن والخاء المكسورة وهي مفخمة، وانتبه للراء المشددة. الآية التي تليها انتبه لأماكن المد والغن. يا أيها الذين آمنوا، إن على أن نفسي ضاق، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال أشمون ليس بوقف هنا وكذا في تعسا، وإن وقف الواقف لماذا؟ للتعلق بما بعده، فانتبه لذلك. الآية التي تليها والذين كفروا فتعسا لهم، لو ضاق النفس، أما الأصل أن تقرأها هكذا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. إذن الآية الأخيرة معنا ليس فيها أماكن للغنة ولكن تلفظ هكذا، ولكن انتبه للمشدد. نسأل الله أن يصلح لنا جميعا أحوالنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يهدينا، وأن يصلح بلنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدخلهم الجنة، وأن يعرفها لهم. اللهم آمين. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ خالد، بارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين، هكذا استمعنا إلى الآيات المباركات وإلى هذا الشرح العملي الجميل من فضيلة الشيخ خالد. هنبدأ معكم أعزائي المشاهدين في عرض التلاوة على فضيلة الشيخ خالد. أرجو أن تكون التلاوة بهدوء وأن نبين الأحكام وأن تكون تلاوة تعليمية. نستمع جيدا لفضيلة الشيخ من خلال السماعة. أي تصحيح من فضيلة الشيخ ندرب اللسان على النطق الصحيح حتى نستفيد وإياكم. هنبدأ بداية مع إيمان. إيمان من القاهرة، السلام عليكم يا إيمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا إيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ما شاء الله إمام الأم، ذكرك كويس النهاردة، من الله يفتح عليك. ممتازة يا إيمان. شكرا لك يا إيمان، ما شاء الله مستواك بيتطور كل شوية، بارك الله فيك يا بنتي. معنا أم خالد من الإسكندرية، السلام عليكم يا أمي. ورحمة الله وبركاته يا أبي. أهلا بك يا أمي، مرحبا. حاجة أم خالد، للأسف الاتصال انقطع، وبرضو المرة اللي قبل كده في يوم الأربع انقطع. معلش يا أمي، عودي تاني الاتصال. معنا أم أحمد من البحيرة. حاجة أم أحمد سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم، أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضراتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. ما شاء الله، ممتاز، أحسنت يا أم أحمد. شكرا ليك يا حاجة أم أحمد، أداء راقي، بارك الله فيكي. معانا حاجة أم وائل من دمياط. حاجة أم وائل. أيوة، معايا زياد حفيدي لو سمحت. يا أهلا وسهلا بحضرتك وابننا زياد. أهلا بيك. اتفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أم وائل. أيوة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ينصركم ويثبت أقدامكم. ممتاز. والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. اسمعيني كده، فتعسًا لهم، من السين لللام مباشرة. فتعسًا لهم. أحسنت، الله يفتح لك. ممتاز يا أم وائل. يلا يا عم الشيخ زياد. الله يخليك. خد يا زياد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. ممتاز يا زياد، الله يفتح عليك وعلى قراك وحفظك. شاطر يا زياد، اجتهد بقى شوية. شكرا ليك يا زياد، وشكرا لجدتك الحاجة أم وائل من دمياط. معانا منة إسماعيلية. سلام عليكم يا منة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا منة قرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. يا منة. نعم. في غنة عدت مننا، عيديها تاني كده بالراحة. إن تنصروا تنصروا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. ممتاز يا منة، الله يفتح عليك يا بنتي. ما شاء الله، أداء مميز من منة، بارك الله فيك يا منة، ما شاء الله موهبة على الطريق. معانا الحاجة أم إبراهيم القرى. سلام عليكم يا أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله فيكم وجعلكم من حملة القرآن. الله يحفظك يا أم، الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. يا أمي. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ربنا يديك الصحة والعافية. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تسلم يا أمي، ربنا يديك الصحة والعافية، ورحناش منك أبدا، اللهم آمين. شكرا ليك يا حاجة أم إبراهيم، ما شاء الله حضرتك حققت طلبنا في أن أنت تقرأي بهدوء، بس أرجو أن المرة الجاية يكون بهدوء وتسمع فضيلة الشيخ، جزاكم الله خير. معانا الحاجة أم أحمد من أسوان. سلام عليكم يا حاجة أم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم
ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. يا أم أحمد، نعم، القراءة جميلة، ممكن نصلح كلمة واحدة بس فقط لا غير؟ أيوة. سيهديهم ويصلح، أسمح مني تاني، سيهديهم ويصلح بالهم. ممتاز يا أم أحمد، الله يفتح عليك، الله يخليك ويبارك فيك يا رب العالمين. شكرا لك يا حاجة أم أحمد، ما شاء الله تلاوة فيها تفوق واقتدار، بارك الله فيك. معانا أم شريف من القاهرة. حاجة أم شريف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم، اتفضل. الله خيرا. وإياك يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. واحدة واحدة كده يا حاجة أم شريف. الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. يا أم شريف سمعاني. نعم. أم شريف. نعم مع حضرتك. أنعم الله عليك. ممكن نصلح كلمتين؟ الله يحفظك. ممكن نصلح كلمتين مع بعض كده بعد إذنك؟ اتفضل. عرفها. يبقى العين مفتوحة والراء مفتوحة والفاء. لسه في كلمة تانية اسمعها بس منك الأول. ينصركم. الراء هنا ساكنة. ينصركم. أيوة دي ساكنة للكل، ما فيش فيها خلاف. ينصركم. لا، ينصر. ينصركم. أيوة كده، الله يفتح عليك يا أم شريف. ربنا يبارك فيك يا شيخ خالد. الله يحفظك لينا يا رب. ويبارك فيك. تحياتي لحضرتك يا أم شريف ولكم أعزائي المشاهدين جميعا. طبعا أنا بقول لنفسي وبقول لحضراتكم إن توجيهات الشيخ أهم من التلاوة. ليه؟ لأننا احنا بنتعلم من خلال التوجيهات، لكن التلاوة ممكن نتلو يعني طول اليوم مع نفسنا. فأرجوكم أعزائي المشاهدين يكون الانتباه كامل مع فضيلة الشيخ وهو بيعلمنا التلاوة صحيح، وما نستعجلش عليه. كذلك يعني من نباهة يعني الطالب إنه لو بيشوف الشيخ بيكتب حاجة يسأله أنا الخطأ بتاعي في إيه؟ لأن فضيلة الشيخ أحيانا بيكون الملاحظات متكررة، فما بيكررهاش تاني على أساس إنه بيقولها مرة واتنين وبعد كده بيستكفي. فإن شاء الله بعد هذا الفاصل نواصل مع حضرتكم إن شاء الله عرض التلاوة على فضيلة الشيخ خالد، جزاكم الله خيرا. أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع كلمات الله البينات في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم نتدارس الآيات من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة. نستكمل معكم أعزائي المشاهدين عرض الآيات وترتيل الآيات المباركات على فضيلة الشيخ خالد. سريعا هنروح للحاجة سميرة من القاهرة. السلام عليكم حاجة سميرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أمي. تفضلكم الله. ده كريمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. يا حاجة سميرة. نعم. في غنة راحت خالص، الغنة كانت بتيجي بس بسيطة. طب بس اقولها هي فين واقرأ تاني؟ طيب نصلح الكلمة مع بعض. ينصركم. وفي كلمة جت فيها غنة مفيش معايا فيها غنة، نصلحها مع بعض. فتعسل لهم. ايوه كده يا ام، الله يفتح عليك. ممتاز. الله يبارك لك. الله يحفظك يا أمي. الله يبارك لك، كله من فضلك. استغفر الله، الفضل فضل ربنا يا أمي. لا إله إلا الله. استغفر الله. مع سلامتك. الله متشكرين قوي. العفو. شكرا للحاجة سميرة، تحياتي ليك يا أمي، بارك الله فيك وربنا يديك الصحة. معنا الحاجة سناء من القراءة. حاجة سناء، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلا يا أمي بيكي.
الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك يا أم، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جميل يا أمي، بس في كلمة واحدة نصلحها، ممكن يا أمي بعد إذنك؟ أخلي بالي من سكون الراء في قوله ينصر. أيوة. سمعاني يا أمي؟ أيوة. ممكن نعيد بس كلمة ينصركم وأخلي بالي من سكون الراء كمان مرة كده؟ وإن ينصركم الله. لا يا أمي، إن تنصر الله ينصركم. الكلمة دي بس نصلحها مع بعض. حاضر. ينصركم. أحسنت يا أمي، ربنا يبارك فيك، الله يفتح عليك. جزاكم الله خير. وإياكم يا أمي. بشكر الحاجة سناء إن هي صبرت معنا لحد ما تعلمت الكلمة، وكانت حريصة إن هي تعرف الخطأ فين. بشكر وبأتقدم خالص الشكر للحاجة سناء، وبقول الأستاذ سحر من اسكندرية، تفضلي يا أستاذ سحر. أهلا ومرحبا بيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. صدق الله. صدق الله. معايا السحر بعد إذنك كده؟ مع حضرتك. أنا الميم الساكنة في آخر الكلمة عند الوقف. أنا معاك إن الغنة صفة لازمة من صفات الميم لا تنفك عنها عند أهل التجويد، لكن لها درجات. حينما تكون ساكنة لا آتي بالغنة فيها، فما ينفعش أقول ينصركم أقدامكم لهم. ينصركم. أيوة كده تمام ممتاز. يبقى هكذا ينصركم أقدامكم لهم. ينصركم. أيوة كده، الله يفتح عليك. المهم أنت بس خدت بالك معنى الكلام؟ يبقى إذن الغنة نعم صفة لازمة، ولكن لها درجات. أعلاها في المدغم إن كان متصلا، ثم المدغم إن كان منفصلا، إلى آخر المراتب التي فصلها العلماء في الغنة. ربنا يبارك فيك يا أستاذ سحر، أحسنتي. بشكر الأستاذ سحر، درس مهم جدا أعزائي المشاهدين اتعلمناه من تلاوة الأستاذ سحر. نروح سريعا نسمع ليا الحاجة فاطمة من إسماعيلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أمي، أهلا بيك. بارك الله فيكم. وإياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم. ما شاء الله يا حاجة فاطمة، النهاردة مذاكرة كويس ما شاء الله، ورعاية اللي قلناه، جهد مشكور باين. تواصل معانا. بشكر الحاجة فاطمة من إسماعيلية، وهنروح للحاجة فاطمة من الشرقية. حاجة فاطمة سلام عليكم. حاجة فاطمة من الشرقية. أيوة. طيب الأستاذ محمد من القاهرة، سلام عليكم أستاذ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا عم الحاج، كيف حالك؟ الحمد لله. اتفضل يا عم الحاج. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. سيدنا الشيخ محمد. أيوة. ويدخلهم أيوة ماشي تمام. ويدخلهم جنة عرفها لهم. أما أجي أوصلها بقى خليك معايا. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. جميل. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. جميل. الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمد. شاكرين لعم الحاج محمد. والحاجة فاطمة من الشرير رجعت لنا تاني. حاجة فاطمة سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أمي. أهلا بيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. جميل يا حاجة فاطمة. احنا كده التشكيل ظبطناه. عايزين بقى أماكن الغنى نخلي بالنا منها. الجنة إن تنصروا ينصركم. الله يفتح عليك يا حاجة فاطمة. شكرا للحاجة فاطمة من الشرقية. ما شاء الله عليك يا أمي. تجنبت الملاحظات اللي كانت في التلاوة الفائتة. إن شاء الله المرة الجاية تكون إن شاء الله تمكنت من الغنى زي ما قال لك فضيلة الشيخ. معانا ابننا إبراهيم من الدقالية. سلام عليكم يا إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم واصلح بالهم يا إبراهيم. ويدخلهم الجنة يا أستاذ إبراهيم. عرفها لهم يا شيخ إبراهيم. الشيخ إبراهيم. نعم. اسمع الشيخ يا حبيبي كده وشوف هيقول لك ايه. ممكن تقرا ورايا احسن. ماشي. ماشي. يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم. سيهديهم ويصلح بالهم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا. إن تنصروا الله ينصركم. إن تنصروا الله ينصركم. ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا. فتعسل لهم وأضل أعمالهم. الله يفتح عليك إبراهيم. ممتاز. جميل يا ابن. الله يفتح عليك. شكرا لك يا إبراهيم. ما شاء الله كنت بتقلد الشيخ كويس. وده دليل أن أنت إن شاء الله لك مستقبل واعد مع القرآن لو استمرت معنا. معانا الحاجة أم محمد من القراءة. حاجة أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلحوا بالهم يا أم محمد. نعم.
ممكن نصلحها مع بعض كده؟ ماشي. سيهديهم ويصلح بالهم. سيهديهم ويصلح بالهم. جميل. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصلح كده حاجة. ينصركم ويثبت أقدامكم. ينصركم. لا ينصركم. أبين سكون الراء كويس. ينصركم ويثبت أقدامكم. الراء مش سكنة خالصة. فيها كده. ينصركم. لا ينصركم. لا. ينصركم. حضرتك بتقولها ينصركم وفيها كده جزء من الضمة بسيط. ده غير صحيح. الراء لابد يكون سكونها خالص. والسكون في الراء هنا خالص للكل. ينصركم. سمع مين الراء عاملة ازاي؟ راء سكون ار. ينصر. ينصركم. ينصركم ويثبت أقدامكم. أيوة. والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. مركنش عند اللام. واحدة واحدة. فتعسى لهم. فتعسى لهم. صلحة دي خلاص. وأضل أعمالهم. واحدة واحدة. وأضل أعمالهم. وأضل أعمالهم. الله يفتح عليك. أحسنت يا أبو محمد. موفقة يا حاجة محمد. ومعانا الحاجة لبنى من دمياط. حاجة لبنى سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا حاجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. يا حجة صدق لبنى. الله العظيم. صدق الله العظيم. يا حجة لبنى. طيب الحمد لله رب العالمين. جزاك الله كل خير. طيب كنت أرسل يا مولانا الحجة لبنى. يعني كنت عايز أوضح هل بالهم لما أقف عليها ولهم وأقدامكم وأعمالهم. الوقف في هذه الكلمات جميل. بالهم صح. لهم مظبوط. أقدامكم تمام. أعمالهم ممتاز. طيب الرحيم والعظيم لما بنقف. الحرف اللي قبل الحرف الأخير فين هو؟ عشان كان بالضبط كأنه كده زي بالهم ولهم. لا اللي قبل عظيم في صدق الله العظيم الياء. يعني في عندي حرفين. كلمة الرحيم في قبل الميم ياء. يعني في عندي حرف مش باين مش واضح. فأحاول كده أديله حركتين بعد إذنك يا حاج لبنى أوضحه شوية وأفرق ما بين بالهم ولهم وأقدامكم وأعمالهم لما أقف وبين العظيم الرحيم وما شابهها. ربنا يبارك فيك يا ربي حاج لبنى. شكرا لك فضيلة الشيخ خالد. ملحوظة مهمة جدا أعزائي المشاهدين. وطبعا زي ما قلنا قبل كده إن إحنا لما نشوف الشيخ بيكتب ملاحظات يعني نهدأ لحد ما يقول لنا إيه الملاحظات عشان نتعلم فعلا ما يكونش مجرد عرض تلاوة. لا إحنا بنقرأ تلاوة تعليمية. معانا الأستاذ ممدوح أم عبد الرحمن المنيا. سلام عليكم عم الحاج ممدوح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مولانا. جزاكم الله عنا خير الجزاء. وإياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسى لهم
فتعسا لهم وأضل أعمالهم. جميل يا سيدنا ما شاء الله جميل الله يفتح عليك يا شيخ ممدوح. حاجة أم عبد الرحمن اتفضلي. أم عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا يا أم عبدو إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا أمي سمعاني حاجة أم عبد الرحمن. نعم اتفضل اتفضل. الله يبارك فيك. قراءتك النهاردة جميلة ما شاء الله. سمعاني الحمد. أيوة سمعاني جميلة النهاردة قراءتك وبين فيها جهد سيدنا الشيخ ممدوح جامد. رجاء لما يقول لك الجنة اسمعي كلامه. حاضر ماشي. ربنا يدخلنا جميعا الجنة يا رب. هطلب منكم طلب يا شيخ. اتفضلي. هطلب منكم طلب. اتفضلي يا أمي. إنك تدعو لأبو عبد الرحمن بالشفاء وإن ربنا ينور له عينه. اللهم آمين يا رب. آمين يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. شكرا لأم عبد الرحمن. شكرا للعم الحاج ممدوح. بارك الله فيكم أعزائي المشاهدين. ده كان آخر اتصال مع حضرتكم. إن شاء الله الحلقة كلها بركات وأنوار من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. استفدنا كثيرا من خلال اتصالاتكم أعزائي المشاهدين وخلال شرح فضيلة الشيخ خالد. الآن يعني معنا دقيقة لأهم ملاحظات فضيلة الشيخ خالد من خلال ما استمعنا من التلاوة. فضيلة الشيخ خالد طبعا حضرتك خدنا دروس كثيرة من تلاوة الإخوة المشاهدين. حضرتك تحب توجه أنظار الإخوة المشاهدين يعني إلى بعض النقاط اليوم أهمها. واحد، لما تيجي همزة بعد حرف مد ما موعهاش، عشان كان في أخطاء تانية كتير برضو ما تكلمناش فيها. احنا تكلمنا على الظاهر فقط لا غير. من الأخطاء التي حدثت ولم نتحدث عنها يقرأ القارئ هكذا: يا أيها الذين آمنوا. انت بتقول الخطأ، مش انت قلت مش هتقوله. لا ده انا عايز افكرك كانت التلاوة عاملة ازاي. اسمع كده: يا ايها الذين امنوا. ايه ده؟ فين الهمزات؟ لا، يا ايها الذين امنوا. يبقى لما اجي اقرا اخلي بالي من هذه الهمزة فلا ابالغ فيها فيفر سامعها من الغثيان، أي يسمع الهمزة، أو أنني أتساهل معها فإذا بمن يسمع لا همز ولكن كأنه مسهل أو مغير بين. لا، فنخلي بالنا من هذه الأشياء والحمد لله رب العالمين. جزاك الله فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا على هذا العلم الطيب الذي تعلمنا إياه، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي علمك. أعزائي المشاهدين الحمد لله انتهت حلقة اليوم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إلى لقاء الغد بمشيئة الله تعالى. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.